دي فرصة تخليني أسألك عن 5 لاعبين كنت تتمنى تلعب بجوارهم، سواء من الحاضر أو من الماضي. 5 لاعبين كنت تحب تلعب جنبهم؟ Ja, also نعم، Salah haben wir محمد ja صلاح schon. وذكرنا ذلك، Dann hätte ich gerne auch gespielt وتمنيت mit Messi und أن ألعب مع Ronaldo. ميسي ورونالدو بكل Und تأكيد. ich glaube, wir haben einen deutschen Spieler, Musiala. موزيالا، جمال موزيالا هو لاعب ألماني وهو واحد من اللاعبين التوب السوبر في العالم. موزيالا كنت أتمنى وأتمنى أن ألعب معه وأزامله. Mit Ibrahimovic hätte ich إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش أيضا كنت أتمنى أن أزامله في الملاعب. مين في رأيك أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي؟ أفضل مهاجم وجناح من وجهة نظري هو محمد صلاح. ليس ذلك لأني معكم في التلفزيون المصري، وهذه ليست مجاملة، ولكن بكل تأكيد محمد صلاح يستحق ذلك. غير ذلك بالنسبة لي هو ميسي، هو لاعب طبعا بكل تأكيد هو الأفضل، وأيضا ميسي هو اللاعب الأسطوري واستثنائي وسيظل ذلك، ويلعب الآن في أمريكا كما نعلم.